محطة تحلية مياه البحر لغزة وشمال غزة. المحطة قدرتها الإنتاجية 10,000 متر مكعب يوميا، بتزود 250 ألف نسمة بالمياه العذبة الصالحة للشرب. تم إيقاف العمل في هذه المحطة منذ 3 أيام لنقص في المواد الكيماوية التي يتم إدخالها من الجانب الإسرائيلي. تم منع إدخالها لما يقارب من 50 يوم، مما تسبب في نفاذ جميع المخزون الاستراتيجي الموجود في المحطة وفي السوق المحلي. كما يعلم الجميع أن المياه الجوفية في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي. طبعا المحطات التحلية تستخدم عدة مواد كيماوية في مراحل التحلية، منها مانع التكلس والصودا الكاوية والأسيد والكلور. الآن نحن بصدد المادة الرئيسية وهي مانع التكلس، والتي لا تتم عملية التحلية بدونها. رسالتنا للمجتمع الدولي بحل هذه المشكلة في المعابر الإسرائيلية التي هي المنفذ الوحيد لقطاع غزة، الذي يعيق إدخال جميع المواد لقطاع غزة، إنهم يحلوا لنا يساهموا في حل هذه المشكلة وتوفير المواد الأساسية مثل المواد الكيماوية وقطع الغيار للمنشآت المائية ومنشآت الصرف الصحي لحل مشاكل المياه في قطاع غزة. منذ يومين تم وقف اللي هو محطة التحلية اللي احنا بنقف فيها الآن. هذه المحطة اللي بتقدم خدماتها لمواطنين سكان غزة تضخ حوالي 5,000 متر مكعب بشكل يومي من المياه المحلاة لسكان المدينة، توزع عبر اللي هي خزان مياه عن طريق بلدية غزة لسكان منطقة الشيخ رضوان ومنطقة النصر الغربي وبعض المناطق الأخرى المجاورة. طبعا نتيجة لوقف هذه المحطة انقطعت هذه المياه المحلاة عن المواطنين، اضطرت البلدية إلى
تعديل في نوعية المياه. كان هناك عدد من الأبار متوقفة عن العمل نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة فيها، اضطرينا إلى تشغيل هذه الأبار لتقديم بعض المياه للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وهذه المياه مياه مالحة جدا. هذه المادة تستخدم فقط في محطات التحلية وليس لها أي استخدامات ثنائية، وهي ليست على قائمة المواد الكيميائية الممنوعة دخولها إلى قطاع غزة.